حيوان معين ما تجيبوش. مثلا انا مش شايف هنا اسد وان كنت شايف عندك نمر بري انا شايفه اخطر من الاسد. عندنا هنا قط بري. النمر البري جدا جدا. او القط البري ده. القط البري هو من نفس العيله القططيه اللي هي فيها الاسد والنمر والفهد. بس هو حجمه صغير فالسيطره عليها تبقى اسهل. لكن الاسود والنمور والفهود كحيوانات مفترسة ضخمة كبيرة. أعتقد صدر قرار من وزير الزراعة في سنة 2016 بمنع اقتناء النوع ده من الحيوانات إلا لو على بعد مثلا 60 أو 70 كيلو في المناطق الصحراوية بعيد عن أي تجمع سكني. فهو ده اللي إحنا يعني إيه كان عائق إن إحنا نجيب الحيوانات المفترسة دي. طيب حضرتك عملت حديقة خدت كل الموافقات عشان تعملها. جبت بقى الحيوانات منين؟ يعني انا اعرف ان الحيوانات دي غاليه جدا. ده في حيوانات بتوصل ل 50000 دولار و 40000 دولار. ده حقيقي فعلا. جبت الارقام دي والاعداد دي كلها من شايف اعداد عندك. الحمد لله. والحقيقه كان في تنوع في مصادر الحيوانات اللي احنا جبناها. في حيوانات احنا جبناها من حديقه حيوان الجيزه ان احنا مكان مرخص. وفي بروتوكول تعاون ما بيننا يعني وبينهم. يعني تروح تقول لهم عادي اشتري حيوانات زي دي يدوها لك عادي جدا. على سبيل البيع على سبيل الاعاره على في اكتر من طريقه للتعامل. هم يعني وانس ان هم عارفين ان الجهه دي جهه مرخصه ومؤتمنه على الحيوانات والدنيا هتبقى فيها مستقره مفيش مشكله. وكل الحيوانات دي بقى عليها اشراف بيطري اكيد ويعني بتتحسن في وقت معين والامراض ومكافحه امراضها وعارف مرض كل حيوان من دول طبعاً. او كل طائر طبعا كل ده معروف طبعا يعني. الاصله دي كان لسه عندها نزله برد من حوالي اسبوعين ثلاثه واديناها المضادات الحيويه المناسبه بالنسبه لها والعلاج بتاعها والحمد لله دلوقتي بقت كويسه يعني. ففي طبعا هنا يعني سواء انا او غيري من الزملاء الموجودين في المكان في اطباء بيطريين معاك مشرفين على الحديقه هنا اكتر من واحد حوالي ثلاثه. كل واحد دي تخصصه في حيوان ده طيور ده صح كده. مظبوط.